رسالتكم ايه للاعيبه النادي الاهلي قبل المباراه؟ مؤكد كل واحد عايز يقول كلمه للاعيبه النادي الاهلي، خاصه انه الملعب ما فيهوش جمهور، المباراه امام مدرجات صامته. عشان كده هنستقبل رسائلكم وكلماتكم اللي بتوجهوها للاعيبه الاهلي قبل مواجهه العوده مع الوداد. هنطلع لفاصل، وخلال الفاصل هتشوفوا جزء من تفاعلكم السريع معانا، وبعده نتواصل.